أكدت دعاء زهران أمينة التدريب والتثقيف بحزب مصر أكتوبر ضرورة مواجهة العنف الأسري. أشارت زهران إلى أن الحزب قدم أمام الحوار الوطني مقترحا بإنشاء الاستراتيجية الوطنية لدعم المرأة في مواجهة العنف الأسري. اقتراحات في تعديل قانون العقوبات المادة 242 والمادة 243، ان احنا يعني يكون في اقصى عقوبة على الافراد اللي بتقوم بالعنف الاسري سواء على السيدات او على الابناء. نعم، النهاردة كمان اتكلمنا في مجموعة من المقترحات، كان من أهمها نشر الوعي الثقافي والإعلامي، ويكون من خلال الإعلام في مبادرة لمواجهة العنف الأسري وخصوصا على الزوجة والأطفال.